قالوا قالوا والعرضية قالوا الخطيرة أمام المرمى خطيرة. 1-0 1-0 1-0 فعلها ليتشي. القادمون من الجنوب يسجلون بذكريات المواجهة الأخيرة قبل موسمين. لورينسو كولومبو يسجل هدف أول لمصلحة ليتشي، لمصلحة ليتشي 1-0 وثاني أهداف في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى نابولي هناك في ملعب مارادونا. يسجل في الفيريول يا ماركو باروني، سجل في مرمى فريقك السابق يا باروني، لكن يسجل اليوم في مرمى فريق أودونيس. أندريا سوتل خسر أمام إيفان يوريتش في الجولة قبل خطيرة والتعادل، خطيرة والتعادل. نعم سجل بيتو، بيتو 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 يسجل بيتو، لا يرفض الهدايا بيتو إطلاقا. الوحش بيتو البرتغالي يسجل هدف التعادل والعودة للمباراة للبيانكونيري. سادس أهداف الوحش البرتغالي، نعم سادس أهداف بيتو هذا الموسم، عنده 5 أهداف قبل هذه المباراة، لكنه هو من يعيد أودونيسي للمباراة. هنا فرحة جمهور أودونيسي في مدرجات فيريولي، يا لها من كرة من